السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو تاع اليوم حنحكيو بالديتاي وين تلقى لي بون زافير باش تشري دار، كيفاش تقدر تعرف لي بري تاع الديار، كيفاش تقدر تعرف لي زارناك، كيفاش تقدر تعرف الاماكن اللي غاليين والاماكن اللي رخاص. كما راكم تشوفوا في جوجل ايرت هنا اون فاس لينا البحر، هذا اسمه البحر الاسود. هنا عندنا بحر مرمرة، وهنا اسمه البوسفور، مضيق البوسفور. المناطق اللي جايين على هاد البحرين بين زوج وعلى البوسفور هما المناطق الغاليين كامل في اسطنبول. بعد كل ما تدخل للداخل كل ما تغلى بلوتو، كل ما ترخص العقار، كل ما يرخص العقار. علاش؟ على خطر هنايا على مضيق البوسفور ولا على البحر ولا على حاجه تلقاهم ديجا مناطق سياحيه، يعني مناطق جميله اللي تعيش فيها. باركونت كل ما تدخل داخل اسطنبول ماشي جايه بلا كما باش ولا تقدر تبان لكم هنا، وشنو اسطنبول جايه جبال 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 وجبال عاليين. يعني واحد اللي يسكن هنايا ولا يسكن هنايا باريزون دير في بالك بلي ساكن فوق كاع في الجبل، ماروش ساكن في بلاصه بلا برك بعيد على البحر. دونك سي بور سا تلقاهم رخاص، على خاطر الحياه في بلاصه كي تكون بلا، واحد اللي يسكن هنا باريزون مش كيما واحد اللي يسكن في الجبل. بس كل فوقها صح تلقاها مدينة عادية، يعني ما تحسش بلي ماشي جبل شغل الصحراء وشنو، تلقى معمر بالطلعات معمر بالحبطات، يعني الإنسان يتعب شوية كي يسكن هنا. بلا ما نزيدو نحكيو بلي راك بعيد على المناطق السياحية. دونك هنايا في هذا الموقع اللي اسمه زينكات يعطينا بالديتاي الأماكن اللي غاليين الأماكن اللي رخاص. كي نقولو غاليين معناتها السومة طالعة، معناتها لا كاليتي أفضل، معناتها النوعية حتكون أفضل، ونوعية الحياة حتكون أفضل. نوعية الحياة من أي جهة؟ من جهة النقل، يعني تلقى بلي كاين وسائل تاع النقل أكثر. من جهة تاع الأماكن الخضراء، يعني تلقى بلي ماشي الديار هذا لاصق في هذا، مي كاين يعني بعد بين دار ودار. دونك هادوما الأماكن تاني القدم في اسطنبول، يعني هنايا اللي من بكري وما يعيشوا العالم. باغ كونطر هاد الأماكن بالك في المية سنة الأخرى اللي تعمروا. دونك الاماكن هذوما اللي بالاحمر هنا اسمها صارير، بيشيكتاش، كاديكوي، وهذه بكركوي، اتاكوي، وفلوريا. هذوما الاماكن الغاليين كامل والشابين كامل. باركونت كاين اماكن تاني شابين وغاليين شويه، يعني شويه ارخص من هادو. كيما هنا عندنا اسكودار اللي من الجهه الاخرى، هاي لك اسكودار هنا شغل الجهه المقابله. هنا عندنا منطقه تاع هنا فاتح بيغلو الى اخره. هنا عندنا مالتيبي. دونك ديجا هنا واش نعرفو، نعرفو بلي هنا كاين لايروبور ثاني تاع اسطنبول اللي هو صبيحه، لايروبور الاولاني راه هنا جديد اسطنبول هافالومان. دونك هنا ديجا واش لازم نعرفو، نعرفو بلي كل منطقه والاثمنه تاعها. ما تجيش باريزون تلقى دار هنا في اسينيورت وين رخيص، ولا في بيليك دوزو، ولا في ارنافوتكوي وتكومباريها مع دار هنايا، مستحيل. باسكو هنا باش تشري فيلا هنا، هنا حتشري ابارتمون صغير. دونك ديجا كاين فرق كبير. دونك انت واش تقدر دير؟ تجي لهاد الموقع. واحد يعني اللي ما يعرفش تجي هنا وين مكتوب رهبر. على كل حال تقدر دير لهنا تعملها ترادكسيون، انا ما نحبش ندير ترادكسيون باسكو دي فوا اسم تاع بلاصه يكون عنده معنى هو يبدله لك بالفرنسيه، راح انت من بعد واعرف. المهم دير هنا رهبر، دير بلغي رابور، معناتها رابور دو ريجيون. كيما هنا عندنا منطقه كاديكوي، واش نقدروا نشوفوا؟ ركزوا مليح، هاي يرسم لك هنا الحدود تاع المنطقه هذه، يعطيك ديجا لي بري ابي بري، يعني المتوسط تاع الاسعار تاع الديار. يدير 1,200,000 ليرة، يعني بدراهمنا مليار و200، يعني لا استغفر الله، 2,400,000 تضرب في 2، 2,400,000. كي نكومباريها مع منطقه اسينيورت، هذه منطقة اسينيورت هاي ليك اللي معروفة يسكنوا فيها بزاف العرب. هنا المتوسط تاع الثمن تاع الديار 300,000 ليرة، يعني 600 مليون. تما هنا ب 600 مليون تشري دار فيها 100 متر، هنا ب 600، هنا ب 2,400,000 باش تشري دار فيها 100 متر. تما ديجا هنايا راهو عندنا الفرق الأول. الفرق الثاني تجي هنا تشوف ديموغرافيك بالجيلر. في الديموغرافيك بلغيرا هنا يقول لك سوسيو ايكونوميك دورم، معناتها لا سيتوياسيون سوسيو ايكونوميك، الحاله الاجتماعيه والماليه عند الناس. هنا ا بلس، معناتها تلقى بلي
الناس اللي يسكن هنايا لا بليبار عندهم دراهم لاباس بيهم. هنا كيديروا لا سيتياسيون سوسيو ايكونوميك تعطينا بي، هي شوف شكاين، كاين ال ا بلس ال ا موان بعد البي. تما البي ما راهيش سيتياسيون سيئه كيما السي ولا السي موان، وما راهيش سيتياسيون مليحه بزاف كيما ال ا ولا ال ا بلس. تما هنا عندك منطقه متوسطه، تما الناس اللي يسكنوا فيها نيفو متوسط، ماشي فقراء وماشي اغنياء، وهنا يسكنوا الاغنياء. صح. حاجه واحده اخرى هنا واش نرماركي، نرماركي بلي في اسينيورت كاين بزاف دراري من 0 14 سنه، كاين 26%، والشيوخه ما كاش بزاف 3% بك اللي فوق 65 سنه. جاو لهنا الكاديو كاين لقاو بلي مختلفه تماما. هنا اللي في عمرهم فوق 65 سنه هما 20% ولا 19%، تما النسبه كبيره. بار كونتر اللي من والله 0-14 سنه ايديك 0-14 سنه 11%، دونك ديجا تشوف الفرق. يعني هاد المنطقه تساعد بوكو بلوس واحد اللي كبير في اللاج على واحد اللي هداون او مزوج وعنده دراري، على خاطر في هاد المنطقه تلقى اللي يسكنوا بزاف ناس كبار، يعني حتكون هادئه اكثر من المنطقه الاخرى. يعني كي نقول لك هادئه، كي تخرج برا ما تلقاش دراري يلعبوا بالون ايتو الغاشي برا، تلقاها باللي منطقه شغل كيما لوروب، ناس ما تخرجش بزاف ايتو باسكو كبار في السن. الحاجه حاجه واحده اخرى، هنا تشوف باللي الجامعات ولا الناس اللي يقراو في الجامعه 47%، هنايا الجامعه 12% برك. تما هنا واش تفهم؟ تفهم باللي هذه المنطقه فيها بزاف لي زيتوديون على المنطقه هذه. كيف كيف يعني واحد اللي حاب يقرا لازم يروح يشوف منطقه اللي فيها بزاف لي زيتوديون، ما يروحش يسكن في منطقه اللي فيها بالك تجاره تاع القش، ولا منطقه اللي ما فيهاش جامعات. دونك تشوف منطقه من الافضل يعني باش تعيش ديك الحياه الجامعيه تاعك مليحه، تعيش في منطقه اللي فيها بزاف الجامعات. هنا كما كنتو تشوفوا 12%، هنايا 47%، يعني تشوفوا قريب النص كامل. فوالا. اخيرا هنا يقول لك شحال كاين عدد تاع المتزوجين المتلقين، سي دي رابور. هنا ثاني يقدر يفيدوا واحد يعني كي يحوس يسكن، مي انا لي انايا هادو الاولين هما الصح. فوالا. بعد ما كملنا المرحله الاولى هذه، دركا واش نشوفوا بعض الامثله. كاين هاد السيت اللي اسمه صاحبيندن.com، فهاد السيت تلقاو دي زانونس تاع دي شركات البناء، تاع شركه راهي تبني وتبيع، تلقاو دي زانونس تاع دي بيرو ايموبيلي ولا دي زاجونس ايموبيليير ولا وكاله عقاريه، وتلقاو دي زانونس تاع ناس عنده دار ويباع فيها. دير فيها بلي 80% من لي زانونس كامل تاع الوكالات العقاريه، ومن بعد 15% تاع الشركات اللي يبيعوا، و 5% تاع الناس هو اللي يبيع في دارو. يعني دي فوا بزاف ناس يسقسيو اسكو من الافضل نشري عند اجونس ولا نشري ديريكت عند البائع. هذه ان شاء الله في فيديو الجاي، ولا كو حابين نحكيو عليها حطونا في لي كومونتير نحكيو عليها. دونك نواصلوا. انت كي تدخل في هذا الموقع تاع صاحبيندن.com، اول حاجه تقدر هنا دير ترادكسيون، ولا تحب ما ديرش ترادكسيون ما ديرش، يعني على حسب اللغه، ولا تعرف اللغه ولا ما تعرفش. حاجه واحده اخرى، هاد صاحبيندن هاد السيت اكزيستي في ابليكاسيون، كو سوا في اب ستور ولا في جوجل ستور. هذا تقدر تقول بمثابه واتكنيس كما اللي عندنا في الجزائر، صوف كو هذا مطور اكثر وافضل. دونك تا كي تدخل هنا واش دير؟ تجي لهنا باينه وين كاين دار املاك، تعبز على املاك. هنا يقول لك ساتيليك متاع البيع، كونوت تتخير دايري متاع ابارتمون. ومن بعد هنايا تخير اسطنبول، هنا يخرجوا لك كامل المناطق اللي كاين في اسطنبول. انت ولا ما عندكش فكره معينه وراك حاب تشوف برك، تقدر تشوف كاع المناطق وتكومباري بعقلك. باغ كونطور ولا انت كي شفت هنا ولا جيت من قبل اسطنبول وعجبك مكان معين وحبيت تسكن في هذاك المكان، تقدر تكتبو تما. باغ اكزومبل دوك جيت شفت منطقه تاع قولوا تاع الفاتح وعجبتك، بيان سور لازم منطقه اللي تسكن فيها ماشي منطقه سياحيه، ما تقدرش تسكن في تقسيم، تسكن سكنه في تقسيم ماهيش مليحه. دونك تا لازم تشوف منطقه اللي عجبتك باش تسكن فيها، ماشي عجبتك باش تحوس فيها، باسكو كاين المترو 4 ساعه ولا 20 دقيقه راك وين حبيت. دونك انا يخرجوا لك كامل لي زانونس. دونك بعد ما دخلت انت وخرجوا لك لي زانونس سي بون في الولايه اللي راك حابها، انا وجدت هنا شويه لي زانونس باش نشوفهم كيف كيف.
شوفوا كل وحده لي بري تاعها وين جايه الى اخره. كيما هذه اللبنانيه جايه في منطقه اسينيورت. بون بديت بك باسينيورت، الباقي كاع مش في اسينيورت. دونك هذه جايه في منطقه اسينيورت، هنا يعطيك البري 295 259 الف ليره. الح في اليوم يعني في حد في الحد تاع اليوم تضرب فيه 20 تما 259 الف تعطي لك حوالي 260 520 مليون. 520 مليون هنا واش تعطي لك؟ تعطي لك دار فيها 100 متر بروت اللي هي 90% نت، حكينا عليها في الفيديو الاولى. 2 زائد 1 2 زائد 1 معناتها عندك زوج شنابر، معناتها شومبره كبيره وشومبره شويه صغيره عليها بلس صالون و بيان سور كوزينه وصال دو با. هنا بناء ياشو، هذه مهمه بزاف. عمر البناء، عمر البناء ياش معناتها العمر، عمر البناء سنه. هنا قد ما يكون عمر البناء جديد قد ما مليح. كما هضرنا في الفيديو اللي فاتت، في اسطنبول منطقه يصرف فيها زلازل، يعني كل 3 سنين 4 سنين كاين زلزال. دونك من الافضل تكون في دار صحيحه كي تكون في دار قديمه راشيه. وديروا في بالكم بلي كل عام الدوله هنا تاع ترك تمبوزي عليهم، هذا توبليجيهم باش كل عام يبنوا حاجه صحيحه على العوام اللي قبل. دونك تلقى لي بيلي كبار، تلقى السيستم اللي بانين به افضل. يعني هادشي باش الانسان يحمي روحو وكل شيء بيه ضربي. بيان سور تقدر تضرب زلزله انت ما تكونش في دارك، تكون عند صاحبك في دار قديمه، مي انا نحكو باش الانسان يمينيميزي. زيد هنا ليطاج، معناتها هنا جاي في برومي ايطاج. هنا يقول لك الباطيمه شحال فيها من ايطاج، هنا عندك 6 لي زيطاج. بيان سور الباطيمه قد ما يكونوا فيها شويه لي زيطاج قد ما مليح، باسكو قد ما تكون عاليه قد ما يكون الغاشي داخل خارج بزاف، تما يكون فيها الهرج بزاف. دوك تا ولا كنت ساكن في الوسط، هذا في الدوزيام ولا في التروزيام، تقدر تقول ما يهمنيش باسكو يطلعوا في لاسونسور ما يجوزوش عليا. مي ولا كنت في باطيمه ما فيهاش لاسونسور ولا، من الافضل تكون في يكونوا لي زيطاج 4 5 ماكسيموم. هنا فيها كومبي، كومبي مع تاع السوفاج سنترال. هنا شحال فيها من بانيو، شحال فيها من سال دو بان، فيها وحده. هنا يقول لك بالكون فار، معناتها كاين بالكون الى اخره. دونك هذا من بعد سي دي ديتاي. نروحو نشوفو التصاور تاع الدار هادية، حاجه مهمه ماذا بيا نلفت الانتباه ليها. ما بيش لا راكم ترو ماركي، شوفوا هنايا معايا، شوفوا برك، شوفوا الباب هذه شحال كبيره. هنا تفيق باللي الانسان اللي صور هذه شو صورها من بعد ديك ليماج جعدها، شو ديك ليماج عرضها باش انت الشومبره تبان لك كبيره اوركو هي ما كاش منها. دونك بزاف لي يبين لك انت بلي الدار هذه بحر، بعد كي تروح تشوفها تنخلع باسكو شوفوا باب جامي حنا شفنا باب كبيره كاع هكذا، سي با نورمال. هنا تفيق بلي السيد اللي صورها بعد موديفيها وعرضها. دار ما باش راكم تروا ماركي، شوفوا التصويره كيفاش جايه، جايه كاريه داك ما تبان بلي صورها كانت هكذا شغل مستطيل، ومن بعد هو عرض التصويره هذيك. زيدوا شوفوا هنا، شوفوا الصالون شحال يبان كبير. داك الوغ كو الدار كما قلنا 90 متر بركا، تما 90 متر مقسومه على صالون وزوج شنابر وكوزينه ايتو. شوفوا الصالون شحال كبير، الوغ كو هو ماشي كبير هكذا في الحقيقه. داك شوفوا الكولوار شحال عريض، داك الوغ كو في الحقيقه مستحيل يكون عريض كامل هكذا. فوالا دونك ديجا انت لازم كي تشوف لي زانونس هادوما دير في بالك على حساب الميتراج اللي كتبه لك. قال 90 متر انت تولي وحدك تعرف ابي بري 90 متر هادي شحال. شوفوا صال دو با كراجة وحده، شوف شحال عريضه. دونك تا لازم تعس هاد لي ديتاي باسكو تقدر دير في بالك بلي الدار هادي كبيره بزاف، ما كي تلحق تلقاها صغيره. حاجه واحده اخرى بيان سور، انت كي تلحق للشريه حد دوموندي له البلون تاع الدار وتحسب، باسكو لا بلي بارتين يزيد وتلقاها فيها 80 ولا 70 يكتب لك 90. بصح انت لازم دوموندي لهم هاد البلون تاع الدار تشوفو. شوفوا دار واحدة اخرى، هذه جايه في منطقه اسمها بيشكتاش. بيشكتاش كما قلنا جايه هنايا، يعني في المناطق الغاليين هايليك بيشكتاش. هنا دار هذه تاع بيشكتاش، هنا يكتب لك النهار اللي حطوا اللي حط فيها لانونس 14 جويليا ساتلك. هنا فيها 90 متر، شوفوا الاخرى 90 متر شحال لقيناها؟ 90 متر 259 الف، يعني 520 مليون. هنا مليون و600، يعني 3 ملاير و600 3 ملاير و200، يعني باش تشوفوا برك الفرق في لي بري بين منطقه واخرى. ما فيهاش بالكون
وهذه جايه في جيريش كاتو. جيريش كاتو معناتها جايه في ليطاج تاع الدخله، شكون انت كي تجي داخل الباطيمه جايه هي مع الدخله سوا سوا. فيها 6 لوخر 6 لي زيطاج، وعندك العمر تاع الدار هذه بين 21 سنه حتى 25 سنه. يعني تشوفوا الفرق بين هذه اللي جديده وهذه اللي قديمه، والاخرى في برومي طاج هذه في الاخر وغالي عليها. علاش؟ اختار المكان هنا تسكن كما رانا نشوفوا هنايا. شوفوا المنطقة وين جاية، جاية هنا وسونتر فيلا، وهنا والأخرى أنت راك ساكن هنا وسونتر فيلا وهنا. وش جاب هنا بالك واحد 40 كيلومتر، وهنايا عندك واحد 5 ولا ميم با 5 كيلومتر. فوالا دونك هنايا وش عندنا؟ شوفوا باينه بلي دار قديمه، الباركي قديم بصح هذا ماهوش مجاعة تصاور. شوفوا رمارك بلي الباب تبان لك نورمال، على الاخر تلقى الشومبره ديالو هكذا صغيره باسكو في 92 متر، بصح الاخر يبينها لك 300 متر. نزيد نعطيكم معلومه، تشوفوا هذا البارودار تحديد، هذا كي تشوفوها عارفوا بلي لابارتمون دي سوا جايه في ليطاج تاع الدخله سوا في البرومي، باسكو يديروهم انا جال السرقه. دونك كي يكونوا لي زطاج عاليين ما يديروهمش، تما انت غير تشوف هذه ديجا اعرف بلي راهي مع الطريق. وكي تكون مع الطريق دير في بالك بلي بون كي تكون عندك هذه السرقه نورمالمون ما كاش، وشنو حيكون عليك غبار اكثر، حيكون عليك الصوت اكثر لك، واللي يكون يمشي في الطريق ولا يقدر يشوفك ولا يشوف لك دارك، يعني تلقى نهار كامل وانت مغطي دارك. ابري شوفوا المنطقه اللي جايه فيها، تجي لهنايا، هنا يعطيك اكزاكتومون لادريس. فوالا كيما رانا نشوفو هنايا جاي في منطقة بزاف راقية، هنا بزاف مليحة البلاصة هادي. شوفو هاد لاستيس لي كاين هنا، دير هكدا فوالا يعطيك واش كاين هنا. عندك اري تاع طاكسي قدامك، لاري تاع البيس قدامك، هنا لاري تاع البيس تاني، هنا كاين المترو، مترو مترو بيس. هادي زنجي لي كويو هادي معروفة بلي ترونسبور كامل كامل فيها، تما مترو بيوس كاين، المترو كاين، لي بيوس كاين، تروح وين حبيت، تحب تروح الجهة الآسيوية، تحب تروح الجهة الأوروبية، تحب تروح لأي بلاصة تقدر تروح منها. دوك تشوف بلي هذا السيد أو يسكن بعيد على الدار، بعيد على المركز تاع النقل ب 850 متر، وهذا الشيء هو اللي خلى الدار ديالو غالية مالغري قديمة. وزيد البلاصة هذه كما قلنا راقية، يعني بلاصة شابة، ترقانها شابين، فيها كل شيء. دونك ديجا هكا بلاقل بلاقل تبدا تا وحدك وحدك تبدا تفيق. بون زيد هنايا كي راجل هنا قال لك بلي راه كاريها الدار، دونك هنا باش نعرفو بلي انت كي يقول لك راني كاريها معناتها تحب سوا تسكنها وتشريها تسكنها، سوا تشريها تخلي الكاري هذاك الداخلي يخلصك نتايا. هنا سي با مونسيوني، سي با مونسيوني. هنا قال لك كريدي، اسكو تقدر تشريها بكريدي؟ ايفيت، تما دير كريدي بونكار وتشريها. كي يقول لك هنا ايفيت متى تقدر، صافي دير بلي الدار هذه كوارتها صافيين. اختار الدار كي يكونوا كوارتها ماشي صافيين ما يقدرش تشريها كريدي باسكو البونكا ما توافقلكش. داك بارك كي يكون كي تاكيد تشوف بلي تقدر تشريها كريدي، اعرف بلي الدار هذه كوارتها يعني 90% يكونوا صافيين. هنا كي مدار متى شكون يبيع فيها املاك اوفيسين، دار متى هنا تلقى بلي شركه تاع البيع العقارات هي اللي راهي تبيع فيها. هنا الشركة تاع البيع العقارات لا بلو بار يدي 2%، يعني 90% منهم يدو 2%، ما يدوش كتر من 2%. ومن بعد كاين اللي يدو 3-4 حتى 5%، وشنو جينيرال العرب هما اللي يدو 3-4%، هاك ما على باليش علاش. المهم اتراك انا واش شفت لا بلو بار يدو 2%، تسمى ولا الدار تسوى مليار يزيد يديه 20 مليون تاعو. فوالا دونك هنا عندك عائدات، عائدات سي شحال تخلص كل شهر، مي هذيك ما تهمش يعني في الشراء غير ولا كانت كبيرة. هنا منطقة واحدة أخرى يسموها فوالا بيشيكطاش، توجور بون بيشيكطاش شفناها، هادي باك درت على خاطر 1+1، تما تشوف بلي الدار صغيرة 60 متر، الدار قديمة أكثر من 31 سنة. باه تشيكاتو تما هو ليطاج التحتاني كاع، ليطاج التحتاني كاع بيان سير ماشي مليح. شوف كاين البارودار هاوليك، شوف هنا الميديتي شوية باسكو قديم الدار، الدار كي تكون قديمة فيها الميديتي.
شوف باين باللي بنيان قديم، وشنو توجور تلقاها، شوف باينين باللي باينه باللي قديمه، تلقاها غاليه كيما دير مليار و500 وحاجه، مليار و550 هكداك. علاش؟ على خاطر توجور كان تروح تشوف بلاصتها، تقابلي بلاصتها مليحه والله قريبه مزين تجي لي كويو، هذه كيما قلنا قريبه من المحطات تاع النقل. هذه المنطقه اسمها الفاتح، هذه معروفه بزاف، ناس اللي يجيو يحوسوا. انا سكنت فيها هذه المنطقه، سكنت فيها 3 شهور، منطقه شابه بزاف، مليحه بزاف. وشنو عندها نقطه سوداء اللي كبيره بزاف؟ بعيده ترونسبور، بعيده ترونسبور، ما لازم دايما سوا تحكم بوس يديك المحطه تاع لي بوس، ولا تحكم طاكسي. دونك وهنا في اسطنبول كي تكون بعيده على المترو شغل صامتة شوية. بون هادي واش فيها؟ فيها 73 متر، ماشي كي تشاي تبان صغيرة. المهم فيها 73 متر، قديمة على 31 سنة، جاية في تروازيام ايطاج، تشوف مفيهاش البارودج. 900 ألف ليرة. هنا تلقاها غالية على خاطر منطقة سياحية، تما بالك كاين ناس يشروها يكروها للسياح، حيتو يكروها يعني يكروها بالنهار ولا بالسمانة، على بيها تلقاها غالية شوية. وشنو واحد باش يستقر يسكن هنايا؟ انا ما ننصحش. دوك نقول لك علاش ما ننصحش. شوفوا الدار وين جاي، مش لازم نعرفوا، لازم نعرفوا بلي هاد المنطقة كامل جبل. تما هنا باش تروح لهنا اي قوجة طلعة ماشي بلا، بعد هنا باش تروح لهنا قوجة هابطة تاني، شغل جاي هكذا اوب جبل بعد تحبط. دوك انت ديجا كي نشوفوا هنا وين جاي المترو، المترو تلقاه هاوليك المترو. تما المترو بعيد على دارك، هادي ب 1.5 كيلو، بكيلو ونص. وشنو ما محاسبينها هكذا كيلو ونص عادي ديريكت. فهي كي تشوف الحقيقة انت باسكو حاط روحها هكذا، من بعد تطلع تلقاها بلي بعيدة بواحد 3 كيلومتر، يعني تقول 2.5 كيلومتر. لكن هنا تاني باش تروح للتراموي صح، ماشي ماشي ما تمشيش بزاف، تمشي واحد 700 متر. وشنو راك رايح تطلعها قود جا طلعة بزاف صعيبة. تما انت تاني كي تشوف لاكارت لازم من الأفضل تروح دير جوجل ايرث، هنا عندهم هذيك لوبسيون تاع ان شاء الله ما يكونش طولت عليكم ليكيبي، مادا بيا تستفادوا. شوفوا دير هنايا كيما هنا ديك الدار جاية هنا ببري، من بعد دير هاد السيد اللي يمشي يخرج لك هنايا، تروح نتايا تشوف. شوفوا شوفوا الجبل دوك، تشوف كيفاش يخرج لكم هوب عليك الطلعة. شوف بينا خرجنا داخل الجامعة. المهم يبان لكم باللي طلعه، دونك باش ما نطولوش تقدروا انتم ديروا هذا الشيء وحدكم. المنطقه هذه تاني اسمها فاتح، فاتح يحبوها بزاف باسكو قريبه من كل شيء. تاني تما فاتح كيما تكونش تسكن هنايا على الاطراف، تكون تسكن هنا مليح باسكو هنا كاين كيما هنا تلقى المترو تلقى التراموي، هنا كاين مترو وتراموي يدوزهم من هنايا. تما هنايا منطقه مليحه، شوف تجي لهنا هاو المترو بعيد عليك ميم با 500 متر، هادي حاجة مليحة. هذا تي ان تراموي ماشي مترو، هذا تي ان تراموي فوالا. وعندك لي بيس كلشي، هاد المنطقة مليحة لواحد لي يحب يسكن فيها. وشنو الديار هنا؟ كيما قلنا كامل قدمة، 31 سنة، كي تلقاهم جدد تلقاهم غالية بس هادي منطقة قديمة، تمام من وقت الدولة العثمانية والناس تسكن لهنا. شنو دوماج ما يحطوش تصاور شابين، تما من افضل تروح تشوف انت يا خير. دور غاز فار ايش يالو هاير ايش يالو، هادي ما عندها ما عندها اسكو فيها القش، اسكو باسكو كاين اللي يبيعو بالقش، تما يبيعها لك بيها بالطوابل بالارشون براغوشي بكلش. هنا يقول لك هاير، هاير معناتها لا لا، معناتها ماشي بالقش. هنا بون بيشيكطاش شفنا بها بزاف، كنا نزيدو نشوفو هاد المنطقة بشيكطاش تاني. بون هادي شابة، هادي حطيتها لكم باسكو غالية باش تشوفو يعني النيفو تاع الديار لي غاليين. هادي دير 7 ملايين ليرة، ليكيفالون تاع 700 ميل يورو، تما تاع واحد قول واحد 15 مليار هكداك. وشنو كبير؟ عندك 140 متر، وعندك لافيو على البوسفور. هنايا تلقاها غالية بوكو بليس، على جال هاد النظرة برك، تلقى بلي هاد النظرة هي اللي تعطي كامل يعني القيمة للدار هادي. باسكو هنا دير باربيكيو ولا دير طابلة تعشى ولا تعرض صحابك ولا نظرة، هادية الناس يتخلص عليها دراهم سي نورمال. دوكا تشوفو مام عندك الضو تدخلك من كل جهة، الشمس حاجة مهمة بزاف
باسكو اسطنبول جايه شويه في الشمال، جايه شويه في النور على خط الاستواء، تما الديار اللي يطلوا على الشمال ما تدخلهمش كاع الشمس، تما لازم تشري الدار اللي تطل على الجنوب، كيما دايره يطل على الجنوب، شوف الله يبارك الشمس كيفاش تدخلها. هنا تطل شوفي على كامل الجهه الاسيويه، هيك هذا البرج الجديد اللي بناوه، هذا الجامع نورمال مو هاوليك الجامع الكبير كامل في اسطنبول، هذا البون اللي يربط اسيا باوروبا. تما عندك فريمون بزاف 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 شعبه، وراه يتبان لي بلي دوبلاكس هذه، الله اعلم دوبلاكس، دوبلاكس مع على هايلك فيها درج، تما فيها دوز ايطاج على 15 مليار في بلاصه كيما هذه تسواها من الحق. ودار ثاني جديده فيها 4 سنين، تما عندها لي زافونتاج بزاف. هذه خيرتها لكم على خاطر رخيصه وش المنطقه ماشي مليحه، تما حبيت بوك نبين لكم بلي ما تبعش غير البري. هذه دير 800 مليون والبناء جديد صفر، معناتها مازال واحد ما سكنها قبلك. وتشوف بلي الدار الداخل شابه، شوفاج سونترال، شوف نقيه، تصاور ماشي معرضينهم كيما هذيك الاولانيه اللي شفناها، هذوك تاع الخداعين، شوفوا الباب تبان لك نورمال ماشي كبيره هكذاك. في عندك بالكون، يعني دار شابه ب 800 مليون بزاف مليحه. شوفاج سونترال كيما قلنا، فوالا تشوف ما شاء الله، جيف جي فيها كويزينيار ايتو طوب. وشنو هنا المشكل وين راه؟ سيك المنطقة هادي أرنافوتكوي منطقة ديجا صناعية مشهورة بلي زيزين ايتو، وبعيدة بزاف على السنتر. شو كيما اسينيور نفس الشي، شوفو شحال بعيدة، باسكو السنتر تاع اسطنبول هاوليك سنتر سياحي، دونك بيان سور انت ولا كنت تخدم في أرنافوتكوي تساعدك تشري تما وتعيش تما. مي واحد اللي يحب شغل يكون مربوط بالسوندر تاع اسطنبول ولا حتلقاها بلي هاد المنطقه. بون كيقول لك السوندر ماشي غير هنا، تما هذا الساحل كامل سوندر، الساحل كامل هنايا راك في السوندر تاع اسطنبول، هنا راك بعيد بزاف على الساحل. داك وهذه انا فوتكي كيما قلنا منطقه صناعيه معروفه بلي زيزين ايتو، سي بور سا لي ديار تلقاهم رخاص. تما انت طاح تشري هنايا وي رخيصه وي تدي اقامه عقاريه، وشنو هذا اللي تحكم بيس ضرب ساعه ونص باش تلحق لسوندروفيل، وهذا الشيء تعبك شويه. زيد هنايا هذه منطقه غونغوران، هذه منطقه مليحه دقيقه برك هلا، هذه منطقه غونغوران كما قلنا منطقه مليحه. علاش مليحه؟ تساعد الناس اللي يحبوا التجاره ويحبوا العمل. شغل جايه في القلب تاع شركات، ماشي شركات تاع الجروسيس تاع السلع تاع الحوايج تاع القش. دوك واحد اللي يحوس على السياحه ما يسكنش هنا، مي واحد اللي يجي يخدم يجي يحوس باش يخدم ما يقدر يسكن هنايا وما عليها بس. بلاصه رخيصه شوفوا 700 مليون، عندك 2+1. شنو كيما قلنا ماشي منطقه شابه، بار كونتر هنا واش لازم تشوف، روماركيو معايا دوك تشوفوا، شوفوا الدار وين بنينها. كي تشوف هنا التواقي طالعين بزاف للسماء عرف بلي هاد الدار مبنيه تحت الارض، معناتها برا هايولك برا تحبس هنا من بعد هادي كامل راهي تحت الارض. واش معناتها؟ معناتها مع الوقت حتولي هنا عندك الميديتي، تولي تعطس بالك تمرض، راك تشوف بالك بيت شطب شتا بزاف ولا تقدر تدخل لك الماء. هاوليك الدروج يدخلوا منه الناس للباطيمة، هاوليك الدروج. انا شخصيا ما ننصحش واحد يسكن يشري في بلاصه كيما هذه، يعني من الافضل تكون دار صغيره وفوق الارض، ولا تكون كبيره شويه وتكون تحت الارض. ولا من الافضل واحد يروح يكري دار تكون فوق الارض ومليحه، ولا يروح يشري دار تحت الارض. خاطر ديجا انت كتولي كي توقف في دارك تشوف الناس هنا اللي تمشاو من فوقك، شغل سي بسيكولوجيكمون في مخك شغل ما تقدرش تاكسبتيها. دوكا نروحو للجهة الآسيوية، شفنا الجهة الأوروبية شوية، دوكا نروحو للجهة الآسيوية. الجهة الأوروبية معروفة بلي فيها بزاف الخدمة وفيها نشاط كبير، باركونتر الجهة الآسيوية فيها نشاط وشو مفيهاش بزاف لي زاكتيفيتي ولا لي ريستورون تاع العرب ولا لي بيعو الحوان تاع القش لي كروسيس، هادوما كامل تلقاهم في كوتي أزياتيك، كوتي بلوتو في كوتي أوروبية. كوتي آسيوي تلقاه كالم كتر، شباب كتر، دوك واحد اللي يحوس على الكالم و الاس ما في حياته وعنده مداخل ما يحوش يخدم ولا
يقدر يروح يعيش في المنطقة الآسيوية. منطقة كيما هذه اسمها سان جاك تي بي، هذه بعيدة على السونتر فيل بساعة. وشنو يديروا في المترو؟ بالك عام هكذاك يكملوه، عام عام ونص يكملوه، من اللي يكملوه تولي دير نص ساعة راك في السونتر فيل. نص ساعة مليحة بزاف. شوفوا شحال شابة لا ريزيدونس كيما هذه، كي نقول لك شابات ما فيها مناطق خضراء ولا مساحات خضراء بزاف، وهذه حاجة بزاف مهمة. خطر كي يكونوا لي باتيمو هذا داخل فيها، هذا يولي هذا يحجب الشمس على هذا، تولي الشمس ما تلحقلكش للدار. باغ كونطخ هنا نشوفوا اللي بعاد بيناتهم، تما كل واحد تدخل له الشمس بيان كوم الفو. وفيها تاني لداخل بزاف لي زيكيبمون، كيما هنا عندك صونا، سال دو سبور، سال دو سبور كبيرة، هنا تلعب بيك بونغ، هنا صال دو سبور برا، تيران تاع تينيس، تاع باسكت بول، تاع فولي بول، كل شيء هاليك الدار لداخل. واحد زائد واحد ياك. وشنو فينيسيون لوكس شابة، فينيسيون عجبتني بزاف. تشوف لا فينيسيون، كبروا شوية لا فينيسيون، ما شاء الله. و لو بري ماشي غالي، لو بري 385 ألف، تسمى ميم با 800 مليون. ياك ميم با 800 مليون، راك بعيد على سونتر فيل بنص ساعة، في منطقة هادئة، منطقة كالم شابة. ياك هنا نقدر نشوفه في الماب كي تمشي فيها، ماشي جاية شغل جبل، جاية بلا بيان. ياك منطقة فيها بزاف ديار شابين، يعني الديار اللي فيها جدد المترو لما يخدموا فيها، يخدموا فيها هنا، تما تلقاه بعيد عليك ب 500 متر. هنا كي ندير زومي شوفوا هنا راك، شوف شحال راك بعيد. هنا ام كاين مترو، المترو دوك راه يلحق لهنا بيبري، ام يكملوا فيه باش يزيد يكمل لهنا. تما يولي المترو هكذا يدير بيك، كاتبين هما 24 دقيقه. تما هذه تاني منطقه مليحه، واحد يقدر يسكن فيها، اللي يحب الكالم، اللي يحب ما يكونش الغاشي بزاف هيتو. هيك راك بعيد تاني على الايروبور تاع صبيحه هذاك. وين جاي تاع صبيحه؟ راه جاي نورمالمون فاتي يا سلطان بايلي نورمال، وغير حنا فوالا بينديك راه هنا الايروبور راه هنايا، تما راك بعيد عليه بواحد 20 مينوت ولا هنا. واش نقدروا تاني نحكيو؟ نقدروا نشوفوا باللي الدار صغيره، فيها 45 متر، تما تساعد كوبل ما عندهمش دراري ولا واحد وحده. الدار في عمرها بين 15 سنين، كما هادي نورمال في عمرها 6 سنين، باسكو دوك شفت في التصاور مكتوب 2015، تما صورهم في 2015. ليطاج هادي جاية في 5 ايطاج، وكاين 12 ايطاج. بانيو كاين سال دو بان بيان سور، بالكون كاين بالكون، شو بالكون صغير. اسكو فيها القش؟ ما فيهاش القش، تما تشريها فارغة. شنو فارغة؟ يجي فيها لاوت كويزينيير، تجي فيها نورمالمون مام مغطيين على هنايا، تجي فيها مام الفرن هنايا فوالا. دونك كوم فيها شوية اكيبمون، فوالا اكتويلمون راهي مكرية الدار هادي. بعد تاني واش تقدر دير؟ تجي لهنايا دير لها كوبي هكذا، تروح جوجل ترادكسيون دير لها كولي، ولا دير هنا ديراكتومون ترادوير اون فرونسي ولا اون عرب، ولا هنا يخرجولك كامل بالفرنسية. فوالا كونستخويسيون سوبرفيسي دو 26000 متر كاري، 12 ايطاج، يعطيك هنا كامل لي ديطاي. هذه دار واحدة أخرى في نفس الريزيدونس اللي شفناها دوكا تاع 800 مليون، سوف كو دير 5 مليار. علاش دير 5 مليار؟ باسكو الأخرى كيما شفنا 45 متر، وهذه 168 متر. وشنو هذه غالية؟ تما صح صح هذه راهي غالية شوية. وشنو؟ لا لا لا، هذه ماشي نفس الريزيدونس، هذه جاية ريزيدونس قدامها، تما هذه لوكس أكثر من الريزيدونس الأخرى. شو 5 مليار عندك 168 متر، راهي بحر. 160 متر هاي كبيرة على فيلات، ماشي ما فيهمش 168 متر. ولافونتاج تاع هادي سي كو عندك جاردان تاني، جاردان ديالك انت، شوف داير على نتاع كندا، بارك ستان كندي انا عايش فيها. شوفوا لا فينيسيون لداخل، فينيسيون طوب، يعني في الجزائر ب 5 مليار مستحيل تلقى ابارتمون بهاد لا فينيسيون. هنا شوف يعطيلك كامل كيف جاي الدار، هاوليك الجاردان، صالون، هنا صالة مونجي، هنا كاين دو شومبر، هنا كاين لا كويزين، هنا كاين اون شومبر تاع لي بارون، هنا كاين
زوج لي سال دو بان. هنا يعطيك بالديتاي كل حاجه ولا سوبرفيسي تاعها ولا سوبرفيسي توتال. 186 متر بروت كي تحسبها خرجت لنا 168 متر نت. هذه كيف كيف ستون تري تري بون افير. دونك بيان سور لي بري كامل تنيغوسي من بعد انت فيهم، سي با دي بري فيكس. سوف كو لو بري ماشي داخل فيه 2% تاع لاجونس و 4% تخلصها للدوله لي تاكس. فوالا دونك هذه لازم تعرفها. هذه كيف كيف دار جايه في بيليك دوزو، منطقه تاني معروفه بزاف يسكنوا فيها بزاف العرب. سوف كو كيما رانا نشوفوا انا هذه حاجه ما نحبهاش، سكو الدار جايه تحت الارض. لا بروف هاوليك الدروج تاع الباطيمه، تما واحد كي يكون طالع الباطيمه انت راك تحته. داك تشوف الطوموبيل برا مقاريه راك نيفو واحد مع السيارات برا. داك روماركيو باللي نفس الشيء اللي شفناه من قبيل، هذا تلقاه شوف هذا تلقاه رقيق قسم يدخل فريجيدار برك، وشنو هو راه عريض قسم يدخل واحد 10 لي فريجيدار. تما انا تشوف بلي ليماج روماركيو كيفاش راهي عريضه. هنا انت ما لازمش يلعبها لك، هيك لازم تشوف. استناو نوليو دقيقه. فوالا الدار فيها 90 متر، الدار تاع 90 متر باينه بلي حتكون صغيره ما حاش تكون كبيره. دونك فوالا هاي ديك الدار. دونك هذا كيف كيف تلقى اسباس صغير، شنو هو راه معرضو حاجة العيانة هنا سيكون ما تخليكش كاع الشمس، باسكو اون فاس اللي كاين دار وكاين حيط وانت راك هنايا وكاين هذا. تما انسى الشمس تدخلك للدار، والشمس حاجة مهمة بزاف في الدار باش ما تغملش باش ما تحسش لوميديتي ايتو. دونك نتمشاو. هذه تاني جاي في بيليك دوزو، هذه 180 الف ليرة. هذه شخصيا توسوست لها باسكو البري تاعها بزاف رخيص 360 مليون. اللي بعث له من قبل ميساج قلت له اسكو سي لو بري توتال، باسكو كاين واش يدير وكان اللي يحط لك هذا البري. بعد كي تبعث له يقول لك تتخلص هذا ومن بعد تزيد تخلص 180 الف وحده اخرى بازم على عام، شو تقعد كل شهر تخلص شويه. تما هما يديروا هذا البري باش ياتيريو الناس، ومن بعد انت كي تروح لعندو يقول لك لا لا، يقول لك لو بري ماشي هذاك هو. دونك استناو نشوفوا هاد الدار هادي علاش توسوست لها. شوفوا كيفاش هو معرض التصاور، شوفوا غير تصاور غير شوفوا تصويره هكذا عريضه ديجا توسوس. توسوس بلي السيد راه داير لها موديفيكاسيون. هنا فيها 100 متر 2 بلس 1، مي هاد لو بري امبوسيبل خاوتي. 99% ماشي بهاد السومه، باسكو بهاد السومه تلقى تحت الارض ما تلقاش هنا. داك ما تلقى هنا تلقاها صغيره، تلقاها 40 متر او لا، مستحيل تلقى 100 متر. دونك نتوما ما لازمش ثاني تلعب لكم، ما لازمش تامنوا كلش. بزاف ناس يقول لك لقيت دار في اسطنبول 200 مليون، كي بعث له السيد ميساج يقول له تباعت كاينه واحده اخرى ب 500 مليون. دونك نتا لازم تعس روحك. هذه جايه توجور في سان جاك تي بي. سان جاك تي بي اللي شفنا هادوك هادوك لي دو ريزيدونس اللي قلت لكم شابين. هذه سان جاك تي بي فاش عجبتني انا سيك بلاصه هادئه، الناس اللي يحبوا بلاصه تكون كالم وماشي غاليه. كيما هنايا عندك 660 مليون، 70 متر اسانسور، العائدات ماشي غاليين. العائدات هذوما سي شغل دي فري تخلصهم كل شهر باش ينقي وباش يخدموا لاسانسور كيف سي تو. دونك ماشي ينقي ماشي يخدموا كيف سي باش يديروا لونتروتي يعني تو. دونك 25 ليره تما 50000 سيريه. كيما انا راني نسكن يخلص 100 يخلص 130 ليره، كاين ناس يخلصوا 500 600 ليره عائدات. دونك هذه هي. هنا شوفوا في الماب تمتم في الماب خصنا نديرو هكذا باش نشوفو الاخر. فوالا تشوفوا بصح بلي لانكونفينيون سي كالميترو راهم هنا يخدمو فيه. باش ولا يبان لكم هنا والله غنوريكم ها وليك الميترو راهم يخدمو فيه. ريزيدونس شفناها من قبيل هايليك، وشنو هادي بعيدة بزاف، هادي ما تساعدكمش باسكو تولي تجيب الميترو باش تحكم بيوس كاش ولا طاكسي ولا باش يديك للدار. باغ كونطر هنا تعطيها ابي 5 دقائق مشية ولا 7 دقائق راك في الميترو. هادي شيشلي بلاصة اسمها نيشانطاشي. دي نيشانطاشي بلاصة معروفة باللي غالية تاني، دار قديمة 2+1 80 متر نت، طال فيها مليون ليرة تما 2 مليار.
مشكلتك تواقي صغار، تواقي صغار في دار ماشي مليحة. دار يكذب عليك، لازم يكونوا تواقي كبار باش تدخل على الشمس مليح. ولا طلع على الشارع هذا، فاني شنطاشي كامل دايرها هكذا، تاي في التروازيام ايطاج مليحة، بصوف قديمة شوية هيك، مي مليحة. حاليا راهي اي فارغة، بوش معناتها فارغة، انت ما راهوش كاريها. انا جاي هنا في نيشان طاشي، انا ماكش بعيد على الساحل كامل، وراك قريب من المترو، نورمال هنا تكون قريب من المترو. استنى نشوفو تاع عثمان باي، قريب من المترو تاع عثمان باي. عثمان باي جاي بين شيشلي وتقسيم. وأخيرا هذه في الكوتي تاني الأزياتيك، كوتي آسيوي. هذه تاني عجبتني، فيها كبيرة بزاف، 137 متر، 3+1، جديدة بين 50 و10 سنين. جاي في ليطاج الأخراني، شوف في ليطاج الأخراني كي تكون دار قديمة تخاف تدخل لك الماء، وشنو كي تكون دار جديدة فيريفي بك بلي مخدومة مليح وما يدخل لك الماء ما والو، تما تصب شتا على روحها، باسكو اسطنبول تصب بها بزاف شتا. دونك هنا عندك المنظر بزاف شباب، المنظر شباب، ديبلكس تدخلها الشمس بيان، بالكون صغير الحق شابة، والبلاصة صرنا نشوفو في الماب باش نعطيكم معلومة. شوفوا فاش مليح، هاو المترو بعيد عليك 80 متر، تما تخرج تمشي ميم با دقيقة راك في المترو. سا سي تخي تخي امبورطون، في الدار سي تخي تخي امبورطون. وزيد نعطيكم معلومة ونكملوا الفيديو بالمعلومة هذه إن شاء الله. شوفوا هاوليك الساحل، النحو هذه، شوفوا هاد لوطوروت هنايا، هذه يعني يسموها إيباش، يسموها E5. هاد لوطوروت تلقاها بلي منا من تحت لوطوروت كامل غالية على منا فوق لوطوروت. وزيد تلقى بلي في بازون هنايا تلقى بلي هاد الحومة غالية، هاد الحومة رخيصة. تما انت من بعد ما يعني تشوف لا ريجيون تاع اللي تحب تسكن فيها، بازون كيما هادي مالتي بي شابة شابة، عندك هنايا هنا خادمين على البحر، شغل خادمين واحد الحدائق بارك بزاف مليحة هيك بوغ لي زونفون لي يديرو سبور. وشنو انت من بعد لازم تحوس الحومة اكزاكت اللي راح تسكن فيها، اسكو مليحة ولا ماشي مليحة. فوالا رانا كملنا لا فيديو تاع اليوم. شوفوا دير في بالك بلي قد ما تشوف لي زانونس قليل، باسكو على شاك فوا تعلم حاجه جديده. انا في الاول كنت نشوف، من بعد تعلمت بلي الدار جدد غاليين بزاف على القدم ماشي شويه، من بعد تعلمت تحت الارض هذيك بلي رخيصه وماشي مليحه، باسكو كي رحت فيزيتيهم تلقاهم بلي يريحوا كامل بالغماله، وما ما يريحش مع الوقت يولي يريح، باسكو ما يقدروا يخليو تواقي محلولين يهويوها قبل ما يجيو الناس. لكن مين تاكيد تسكنها في الشتا بازم تغلق الطاقه تقتلك لداخل ريحه تاع الرطوبه، اي دونك ما تكون شابه مخدومه مليح ولا غير خطيك. وزيد تاني فيهم لي بروبليم بزاف تاع لي زيكو، تما كي تبوش زيكو ولا حاشاكم حيجي فيك انت ديريكت، باسكو انت هو اللي راك الاخراني كاع، تما انت اللي راك حتاسيومي. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، درناها طويله وشنو درناها فيها فيها شويه لي ديتاي. دونك اللي يحتاج تفسير ولا استفسار ولا واش حبيتو على لي زابارتمون، على لي بري، على لي بابي تو، يقدر يبعث لنا ميساج ولا يخلي لنا كومونتير ولا يتصل بنا ديريكتومون بار تليفون، وان شاء الله نجاوبوه على الحاجه اللي نعرفوها، الحاجه اللي ما نعرفوهاش نسقسيو الناس اللي راهم بليز اونسيان في الدومين ونجاوبوكم ان شاء الله. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.